السلام عليكم أصدقائي وتحية طيبة. معكم الآن الجزء الثاني من حلقة خاصة بالإلحاد والملحدين وضرورة تشجيع الإلحاد والملحدين. قلت في الحلقة السابقة بأننا بحاجة إلى وجود الإلحاد والملحدين في مجتمعاتنا، ويجب أن لا نقاومهم ونتصدى لهم بطريقة عنيفة أو بأي شكل من الأشكال، مجرد أن نتقبلهم ليس من باب الرأي والرأي الآخر، لا، إنما من أبواب أخرى راح أوضحها بالفيديو. أولا أقول أن هؤلاء موجودون الآن، ولم يعد وجودهم أمرا قابلا لأن نكتمه أو نتستر عليه أو نقاومه. هذه ظاهرة موجودة في العالم كله الآن. لماذا؟ لأن الآن أصبح العالم مفتوح، أكو حرية تبادل المعلومات، تبادل الأفكار وتبادل الآراء، وهذا طبعا ليس يعني هذا يولد مو مجرد اطلاع أكثر، لا، يولد ردود أفعال أكثر ويولد تنوع أكبر، وهذا شيء إيجابي بالمجتمعات البشرية. بالتالي هذا الأمر راح يتطلب من عندنا أن نغير وجهات نظرنا ونحاول أن نطلع من عالم التطرف والتعصب لأفكارنا. لم تعد الأفكار مسألة مرتبطة بالكرامة أو بالخصوصية أو بالنزعة القومية أو النعرة القومية أو الدينية ولا بالمقدسات، لا، هي أفكار الآن أصبح العالم بأكمله حقل مفتوح للأفكار، التي تجد هنا أفكار تزرع في هذه المنطقة وتنشر وتؤدي إلى مجتمعات متقدمة، هناك تزرع أو تستثمر أفكار وتؤدي إلى كوارث وحروب وأوبئة ومشاكل وتلوث والأفكار الآن هي العصب الرئيسي للحياة. وعلينا أن نؤمن بأن هذه الأفكار مهما كانت علينا تقبل وجودها وعدم يعني التجبجب، كما يقول بالعراقي نجبجب من أي فكرة. لا، قول حتى لو أقرب الناس لك ابنك، أختك، أمك، خالتك، عمتك، خلي أقرب الناس، خلي ما دام يفكر دعه، على قولة الأمريكان دعه يمر، يعني مو قضية العمل. الآن هنا مشكلتنا الأساسية في حياتي الأفكار. أولا قلت أنه لماذا أشجع على هذا الموضوع، أن أقول أن هؤلاء موجودين ويزداد عددهم يوما بعد آخر. ثانيا أن الدين وأصحابه ما قدموا نموذج مشرف، وهذا راح أوضح أكثر. ثالثا أن الدين وأصحابه كانوا عقبة أمام أي تغيير طوال التاريخ، وحان الوقت أن يقدموا صورة أخرى. هذا يعني مسألة مشروعة أعتقد، ولا يستطيعون الفرار منها. رابعا أن وجود الملحدين أو المعارضين بشكل أو بآخر راح يوفرون المنافس الفكري والمنافس المعترض والمنابز، والذي يقدم تصورات وأفكار تحرض على التفكير وتنشر الحيوية بالمجتمع والتفاعل الخلاق. هذا اللي حدث طبعا مع المسيحية، عندما المسيحية حدث طبعا رغما عنها، لكن بالنتيجة شوفوا الآن المسيحية أكثر انفتاحا، والفاتيكان الآن حتى نظرية التطور اعترف بها ورغم كل شيء، ووصل يعني الدين سمح كما يقول المتدينون. فلماذا ما الضير؟ يعني ما هذا التعطش للسلطة وتحويل الدين إلى قضية انفعالية وقضية لها علاقة بالكرامة ما يحتاج. خامسا أن إذا تصورنا هذا الأمر ما راح تكون هناك خسائر، فلن يتضرر الدين من هذا الأمر، وبالعكس أنا أعتقد راح يزداد عدد، يعني حتى لو ازداد عدد الملحدين فما راح يكون يوصل إلى حد ينافس عدد المتدينين، لأن كما يقول أهل الدين أن الدين هو حاجة أساسية للإنسان ولا يمكن الاستعراض عنه. سادسا العفو تقل المشاكل، يعني والناس تعيش في أجواء صحية كما ذكرت هذا، وهذا أمر ما يضير الدين، يعني المفروض يعني بالعكس هو هذا واحدة من أهداف الدين، من يعني هو الدين يدعو للعمل الصالح ولا يدعو لإقامة المجتمعات الآمنة السعيدة يعني ما بغض النظر عن المؤمنة، بس هي مجتمعات متفاهمة متسامحة متصالحة. أليس هذا هو الدين أم أنني أنا غلطان؟ يعني هذا مو الدين، الدين قتال وقتل وذبح وصلخ وجلد.
يعني ما أعرف إلا إذا كان هي، فيبدو أن يجب أن يصححوا لي خطأي. سابعا، الإلحاد بالضرورة مو كله سيء، يعني هو مفيد أيضا، وماكو شيء طبعا لا يمكن أن احنا نجزم بأنه أكو هنالك شيء سيء 100%، هذا افتراض متعسف، والمن يدعي هو يعني يمتلك شخصية عدوانية وشخصية متعصبة ويرفض وجود الآخر أيا كان، هو موجود يعني أنت ما تقدر تنفيه، هو موجود شو تسوي له؟ المهم أقول بناء على هاي المقدمة 7 فقرات، أقول أن الإنسان ابن الأرض وهو سيبقى مقيما على هذه الأرض ولن يغادر هذه الأرض إلى مكان آخر، وبالتالي علينا كنا كأبناء جلدة واحدة أو بناء جنس بشري واحد، علينا أن نركز جهدنا بأكمل كلنا على التعاون والتفاهم فيما بيننا، أن نبتعد قليلا عن كل ما هو متعالي ومقدس ودون حرج، يعني أي شيء متعالي مقدس نعتبره خاص بنا، أما التراث المتعالي المتقدس برأيي وبدون زعل ما يستحق إلا أن نرميه بأكبر مكان، أقرب متحف نضعه بالمتاحف وينتهي الموضوع، هو فعلا راح النتيجة راح تكون هكذا. الآن أين أديان الفراعنة والسومريين والبابليين والصينيين القدماء وكلها انتهت راحت، يعني لا يفتخر الواحد أنا يقول لك أنا الدين مالته عمره 1000 1500 سنة، الدين الفرعوني بقى 3000 سنة وهكذا، يعني ما بالعكس الأديان البدائية عمرها 100000 سنة، يعني مو فقط قضية، لكن الآن العجلة التاريخ تتحرك بسرعة، وعلينا أن نعي أن المسألة لم تعد هزلا أو مسألة ممكن تغاضى عنها وتأجيلها، لا، اللي يتأجلها راح يدفع ثمنها هو وأولاده وعائلته ومجتمعه وبلده والإنسانية بأكملها، فعلينا أن نعي أن هالمسألة خلي حلها طريقة أو بأخرى، بس المهم المبدأ الأساسي أن يدع الأفكار يدع يعني يفتح أبواب الأفكار على مصراعيها ويتقبل كل الأفكار ويفصلها عن يعني يفصل بين الفكرة وبين صاحبها، وحتى إذا اتصلت بعد ذلك فهم أحرار ما دام أنت فكرتك محتفظ بها بنفسك وهو محتفظ بها، فهذا الأمر أعتقد أسلم بغض النظر عن أنه أنت مقتنع بهذا الكلام أو ما مقتنع، بس هو هذا الحل الأسلم لكل المشاكل ولكل الآراء ولكل الأفكار وكل الاعتراضات، فهذا الحل السليم اللي يخلي الجميع متواجدين وعايشين في خير وسلام. السؤال الآن هذا اللي أقوله، هل هو ممكن؟ هل ممكن أن يحصل؟ يعني هل ممكن أن ندع الملحدين يتحركون بحريتهم ويفكرون ويطرحون آراءهم ويقيمون ندواتهم ومؤتمراتهم وحالهم على أي شيء آخر؟ يعني ما في له مشكلة يعني، بس هذا ممكن أعتقد ضمن هذا الواقع اللي نعيشه، هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن نكون مثلا أيضا بالمقابل يعني ممكن أن نكون ضد العلمانية المتطرفة؟ أيضا أكو علمانية متطرفة، لكن لابد أن نقول بأن العلمانية المتطرفة هي أيضا مفيدة بجانب من جوانبها لكبح جماعة الدين، ولولا هذا التطرف لما كان ممكن أن يتم إنقاذ الدولة الحديثة و تطور العلوم وتطور المجتمعات في الغرب وبالعالم بأكمل عدا العالم الإسلامي. هذا العلمانية قدمت منجز هائل رغم أنه أكو تطرف بها ورغم أنه بعضهم يعني راحوا زايد بأنه قدموا العلمانية وقدموا الحداثة، لكن سرقوا أو منع لم يمنحوا الحرية معها، فكانت النتيجة أمثال يعني أمثال هتلر وأمثال موسوليني وأمثال ستالين. لماذا؟ هؤلاء كانوا يعتبر اتبعوا طريق الحداثة والتحديث لكنهم لم يقروا بحقوق الإنسان، والبعض هنا أيضا بعض المتدينين عندما يرفعون شعار بأن العلمانيين هم سبب الخراب وسبب، ما عندنا علمانيين في المجتمعات العربية ولا عندنا حزب علماني واحد، أتحدى واحد يذكر لي اسم لحزب اسمه الحزب العلماني، ما موجود عندنا أصلاً، ما موجود. أكو أشخاص عندهم رغبات وعندهم دوافع علمانية، وحتى إذا افترضنا مثلاً حافظ الأسد أو صدام حسين أو عبد الناصر هم علمانيين، فهم يعني ما قدموا نموذج علماني،
يعني حتى إذا كانوا مع ألمانيين فهم أيضا ما قدموا شروط ألمانيا، ما وفروا أبسط شروط اللي هي النشر الديمقراطية والحريات وحرية التعبير، وهاي ما يعني ما وفروها، مثل حالهم حال ستالين وحالهم حال موسوليني وهتلر. الأمر المهم علينا أن نعي بأن الطغيان الديني أمر مرفوض، يعني ما عاد ممكن أن تطغى على الناس دينيا وترفع شعار أنك تتحدث باسم الإله ولديك الآية الفلانية وتقصي وتصوت بها ظهور الناس وتعاقبهم وتعذبهم وتقتلهم، هذا ما عادت شرعية، ولا يمكن أن أنت مع ضميرك أن تقتنع بهذه الفكرة. ممكن أن كانوا الدواعش يقتلون بضمير مرتاح وأنهم يحققون إرادة الله وقرار الله يعني أحكام الله، لكن الآن ما عاد هذا ممكن، ما عاد ممكن أن تؤمن بأنك من حقك أن تقتل شخص فقط لأنه لا يؤمن بما تؤمن أنت. هذا شيء أصبح مؤيب ومخزي، وعلينا أن نعي هذه المسألة بشكل دقيق، و يعني بشكل علينا أن نتحملها، يعني خاصة المتدين اللي معتز بتدينه عليه أن يتحمل هذه المسألة لصالحه أولا قبل أن تكون لصالح الآخرين، لصالح المجتمع أيضا، لصالح مستقبله هو أيضا. أيضا افتراض، هنالك افتراض أنه أن الدين ثابت ولا يتغير وأنه الثوابت والثوابت، فهذا الشيء ما موجود، ماكو شيء اسمه دين ثابت. حتى الدين الإسلامي، شنو الدين؟ الدين ما نزل من السماء، الدين هذا وضعه عشرات الفقهاء واشتغلوا وكافحة وأصلا ناضلوا من أجل أن يوضعون هذا الدين. ما الدين الإسلامي ما جاء بأركان وبفرائض وبكذا، به أكو أقوال وحديث والآخر والآخر، لكن بعد ذلك طلعت يعني صار علوم كاملة بالعلوم يعني الخاصة بالفقه، علوم الأصول الفقه، علوم العقيدة، علوم القرآن، التفسير، الحديث، الرجال والجرح والتعديل وكثير من التفاصيل. فهذه كلها ما يعني ما جت بيوم نزلت ويا القرآن، ما كنت حاشي. فعلينا هذا كله، وبالعكس عندما تراجعون أقوال أساسية للأصول الدين والأركان بالإمكان كلها تتغير بسهولة. كل هاي الأشياء اللي تعتبر الآن راسخة وتعتقدوها هي كان مجرد مراجعة، وممكن يعني عندي أذكر مصدر راح أضيفه بالتعليقات، تقرون بأشياء يعني ما لا يقول لا تسمعونها في المساجد ولا في المنابر ولا حتى باليوتيوب، قليل يتحدثون بها وقليل الناس ينتبه لها. علينا أن ننتبه لأن هذا الدين الموجود مو ثابت يا أخوان، وليس صلد، يعني هذا الإسلام الصلد أنه صار متين، الإسلام متين، بالعكس هذا شيء سيء. أنه شنو إسلام متين؟ أنت ما تحبط عن أن دينك متين، هذا شيء سيء، هذا معناته هذا المتين. وشو المتين يعني؟ يعني هذا شيء لا يستوعب العالم، العالم يطلب مرونة، يطلب تفاهم، يطلب تسامح، يطلب flexibility، يعني مو أنت فرحان أنت متين؟ هذا لا، هذا شيء مؤيب. كذلك قلت أنه الألمانية إلى فوائدها بكبح جماح الأديان، في كبح جماح الأديان، بس وقلت أنه أيضا يعني الدين أيضا مفيد لكبح الألمانية، والألمانية مفيد لكبح جماح الدين أيضا، يعني عملية متبادلة، لا أخسر شيء على شيء، وهذا يعني هذا شيء لازم لابد أن نكون منصفين بهذا الأمر. حتى نوضح ليش نتحدث بهذه الطريقة، يقول انه يعني احنا امامنا نشوف يوميا انه عظمة اوروبا وانتصاراتها العلمية كلها كانت نتيجة ماذا؟ نتيجة وقوف المثقفين بوجه الدين، الدين الشائع او الدين الحاكم او المهيمن في زمنهم. يعني مو بالضرورة انا ما اكو فرق، لازم فرق بين الدين اللي يؤمن به الناس في قلوبهم وحياتهم البسيطة دول الناس العاديين، لكن هذا الدين المؤسساتي اللي هو هذا الدين، وهذا يرفض أي تغيير، ودائما يحاول على مكاسبه، ويرفض أي محاولة للتعرض إلى أو مراجعة أفكاره. وهذا هو هذا الدين المتين اللي حكيت عنه، النموذج السيء للدين هو الدين المتين. الدين الشمولي هاي مشكلته، هو يعني هو دين استبدادي، ويحاول دائما يطبع شكل الحياة ويضع كل شيء في فضاء الخاص، وهذا الفضاء عادة يكره التغيير.
بينما يرفض أي شيء ما ينتمي له، يعني يلفظه، يعني مثلا هو الدين يرفض المجتمع، يرفض الاجتماع، بس لصالح من؟ لصالح الجماعة ولصالح القطيع. وأكو تسمية موجودة، الملة والجماعة والجامع والكنيس والكنيسة، هاي كل أسماء لحلقة المؤمنين. التفكير الورع والحياة الدينية التقية والمؤمنة، مصيرها ومصير كل شيء، هي هاي عالم الدين، هو هذا اللي قادنا إلى ما نحن فيه الآن من طغيان وسيطرة وهيمنة على النفوس والعقول. لازم نعترف العقول هاي اللي كان يرفضها رجال الدين والدين باسم الدين ويدمرها، وهم هي اللي هاي العقول هي اللي صنعت الحضارة، وهي جميع مجازات البشر الآن اللي احنا الآن الآن اتواصل وياكم هاي آلات، هاي من اخترعها؟ هاي رغم أنف الدين تحققت، أو رجال الدين يعني. من هنا أدعو جميع المتدينين إلى الاستماع لدعاة التنوير والحداثة والتقدم، لن يضيرهم شيء برأيي. البشرية كلها الآن باتت تفتخر بهذه الإنجازات، لابد أن يكون المتدين متواضع، يعني هو الدين يدعو للتواضع، لكن بالحقيقة لا، الدين مغرور جدا بنفسه ويعتقد أنه كل واحد أنه هو الدين الصحيح وهو الأول والآخر وكل آخر غلط. هذا أكو أكبر من هذا، أكو أكبر من هذا الوهم، أكو أكبر من هذا الغرور والعنجهية والطغيان، ماكو أكثر من هذا. فصراحة يا أخي نكون مواجهين أنفسنا، خل نزيه العاطفة على جنب شوية، ونحاول أن نكتشف ذاتنا ونكتشف ديننا ونكتشف حياتنا ونكتشف أفكارنا ونكتشف يعني معارفنا، نعيد النظر في معارفنا وأسس هاي المعارف. لا بس يعني لا يعني ما راح يصير مشكلة إذا تركنا العقول تفكر وحرية تامة، وهي طبعا بالتأكيد راح فيها العقول، يعني هي الوحدة قادرة أن تنتقد نفسها وتطورها ما دام تلكت الحرية، فماكو ضير. يعني حتى إذا هو أخطأ راح يصلح خطأه، وأكو آخرين راح يصلحوا له، ما دام أكو انفتاح وأكو حرية وأكو عقل مفتوح ومنفتح، أوتوماتيكيا راح يتحقق التطور المشهود والمستقبل المنشود. وهذا طبعا راح ضمنه، ما ضمانه والله، اللي ضمنه هو الحرية تداول الأفكار، الحرية الفكرية. احنا بعد ما نرفع حالة الغيبي أو المقدس أو الإلهي من أفق الحياة العامة، راح تحقق كل هاي الأشياء، كل شيء يصير سهل فورا، كل شيء يصير سهل ولين وحلو ولطيف، والناس بيناتهم يصيرون متحابين ومتفاهمين وماكو أي مشاكل. تعالوا شوف الحياة في أوروبا، بلدان مثل اسكندنافيا خاصة، شوف الحياة سهلة من أسهل، مستحيل تشوف اثنين يصايحون بينات، مستحيل تشوف اثنين يتعاركون إلا في أماكن خاصة جدا ويعني موضوعة وما حد يوصلها. فما تشوفون هذا الشيء على الإطلاق، ما تشوفون اثنين يتعاركون على ماكو داعي، ماكو مشاكل بينات، أكو كل واحد له حقوقه وكلا، وإذا صير مشكلة يحلوها فورا وانتهت. وأكو ناس يقفون لمساعدته، وأكو أجهزة خاصة لحل أي مشكلة. حتى نفهم ليش التنوير طريقة صعبة، لأن تاريخه ما زال قصير جدا، بعده وليد صغير يعني. لهذا السبب حتى اللي يلوم أنه التنوير ويشن على التنوير، عليه أن يتذكر أنه عمره مو أكثر من 200 سنة، يعني مو صار مثل الدين صار 100,000 سنة، فهذا تفكير مو صحيح. يعني هذه يعني حتى الناس اللي تبنوا التنوير هم ما زالوا محملين بهذا الطابع الديني، وما زالوا محملين بالروح الدينية القطيعية اللي تبحث دائما عن قطيع. هؤلاء هم اللي أجبروا الناس على أن يسلكون سلوك القطيع. كما قلت أن النفس الديني القطيعي ما زال يجد له منافذ للحضور في كل شيء بشري، وهذا طبعا شيء معقول كما قلت، لأنه إذا ما ذكرنا البشرية عاشت مليون عام تقريبا مع بطريقة دينية من أيام العصر الحجري والحديدي القديم، هؤلاء عاشوا على بشكل جماعات متحاربة ومتنافسة، بينما ما يبلغ عمر التنوير أكثر من قرنين أو ثلاثة قرون. يعني كما ذكرت أنه الأغلبية ظن بأن الدين نازل من السماء، وأنا أرى العكس تماما، الدين قادم من تحتنا، بل بالعكس قادم من قعر الجحيم الأرضي
وهذا اللي دفعنا نحو اليابسة كما تندفع حمم البراكين. هذه الحمم هي اللي كانت سماد خصب جدا خصب للنباتات وعجينة من الصلصال أدت بالنتيجة إلى ظهور المعجزة البشرية. هذا يفسر أيضا لماذا كان الجانب الأكبر من أي عقيدة دينية هو الجانب الشيطاني وليس الجانب الإلهي. علينا أن نعترف الجانب الشيطاني كان حضوره طاغي على الأديان، وهذا طبيعي لأن الأديان بشرية، من أين تأتي؟ هي طبعا شيء بالشيء يذكر فبالتالي هذا هو اللي يعني دعا أو جعل فيضان العنف يتفجر من جوهر الدين دائما، وبحيث يعني لا يمكن لأي سدود أرضية أو معرفية عقلية مواجهته. طبعا وهذا عنف بشري طبيعي، يعني هو الإنسان كائن يعني يبقى كائن، هو بيولوجي كائن يعني داخله نزعة غريزية للعنف وممارسة القوة ضد الآخرين. طبعا هذا ما يعني لا يعني ان هذا الكلام اتهام الدين بانه هو مصدر العنف الرئيسي، لا، هو الانسان نفسه، لانه الانسان هو اللي صنع هذا الدين، ومثل ما صنع الفؤوس وصنع السيوف والرماح هو صنع الدين ايضا، لانه نفس العمليه كان يحتاج اسلحه ماديه واسلحه خطيئيه اذا صح التسميه. الشكل السمح هذا للدين الطيب اللطيف يعني هذا مجرد غطاء لحقيقة الدين القطيعية، واللي يدعو إلى تشكيل قطعان والرعية والتي يقودها راعي في حظيرة، والراعي دائما يحافظ على هاي الرعية في حظيرة الدين. وهي أسماء مو من عندي، هي الدين، مصطلحات دينية هاي، وحتى بالمسيحية نفس الشيء. وهذا كله ضروري، هذا الفعل الديني أو النزعة الدينية ضرورية، لأن هذه راح تخليه يعمل باتجاهه. أولا لإقناع المسلمين أو المؤمنين، أنا ما أتحدث عن الدين بشكل عام، أولا لإقناع المؤمنين بأن عنف دينهم موجه للخارج فقط، أي للغرباء أو من يسمون بالكفرة. ثانيا يقدم صورة مزيفة ودعائية عن الدين وأصحابه، واللي هم مجرد جنود في معركة أبدية ما تنتهي من أجل المحافظة على القطيع أو الدين. يعني راجعوا فيديو سابق أنا كتبت به عن أن الدين هو القطيع في فيديو المجتمع الظاهر الدينية، ويعني البحث الأساسي حول مفهوم الدين وأصل الدين. هذا طبعا يتضح هذا الكلام كما قلت، معركة الدين دائما مع القطيعية ضد الآخرين تتضح في أي نقاش مع أي متدين. فهو يضع دائما في ذهنه ماذا؟ يضع دائما في ذهنه فكرة أن ينتصر عليك. أي تماس مع الآخر دائما تجد في داخله جوهر حركته بأكمله أو هدفه أو الجول مالته أن ينتصر في أي تماس مع الآخر. المختلف فقط هو في أسلوب القتال. ومن هنا يعني تجد مثلا احدهم يستعمل لسانه سلاح فيشتم ويتهم، بينما اكو اخر تلقى عقله يعني يستخدم عقله ما يستخدم لسانه لتدمير حجه الخصوم، واكل واحد طريقته طبعا. وبين هذول وهذول، بين جماعه اللسان وجماعه العقل، بين جماعه حمله سيوف الجهاد، هؤلاء لا يفكرون ولا يفتحون فمهم، هم يقطعون الرؤوس فورا يعني بدون نقاش على طريقة داعش وكل والله مجان هكذا وكلها لجان شمولية. هذا يخلينا يدعونا إلى وضع قواعد للنقاش. العصر اختلف وما عاد هذه الطريقة القديمة، ما زالت موجودة بداخلنا ونتربى عليها، هاي ما عادت مفيدة، وعلينا أن نضع قواعد جديدة للنقاش على حتى عبير هابرماس. والهدف من هاي القواعد للنقاش مو الانتصار، يعني المشاركين ينتصرون على بعضهم، بل الحوار. هكذا ببساطة، مجرد تحاور. اللي يجري بيناتنا يعني بالحقيقة حاليا هو مو حوار، هذا جدال. هذا ما يتم حول دائرة أو طاولة دائرية، إنما يتم كأنما في ساحة معركة، وهذا مو صحيح. يعني أتوقع إذا واحد يسمع الآن أكيد راح يستخدم هاي الطرق الثلاثة، أما سب وشتم
أو يناورني بالجدال أو يستخدم القتل إذا صحت إذا نال يعني، فما ما يحتاج يعني كل هذا ما يحتاج. أنت راح تحصل له، عليك أن تواجه الحقائق كما هي. هذا يؤكد الجانب يعني السؤال هو وين، أقول لك هسه أنا حتى السؤال حتى لا أضيع من عندي الفكرة. السؤال لماذا الحوار حول الدين الآن أو دائما يميل أو يميل إلى أن يصبح معركة؟ الجواب يعني أنا أقول لك هو هذا، يعني هذا السؤال أصلا يتضمن يعني أو يؤكد الجانب الشيطاني اللي تحدثنا عنه للدين. الدين يتحرك بقوة الوهم، مو هو لوحده، هو والمؤمنين به، وهذا هم اللي يخليهم دائما يوصلون إلى طريق مزدور. وكان الحل الديني لهذه المشكلة أن يسلكون طريق دائري أو تكرار. فماذا يفعلون؟ يدمرون الواقع ويعملون على إلغائه والاستعاضة عنه. ماذا استعاضة عنه؟ بواقع وهمي. هذا اللي أنا أسميه عالم التثبيت أو الرحم الأول. مارسي اليادي يسميه المقدس أو الكيان المقدس. أكو هيك أيضا صاحب التعديد الدينية يسميه الكيان الأساسي، وأسماء كثيرة، لكن أنا أقول أيضا روسو أدىك مصطلح له وهكذا، لكن أنا أسميه عالم التثبيت وأعتبر هذا يحل كثير من المشاكل. وهذا عالم الرحم الأول هو يعني هذا العالم التثبيت هو تدور حول كل الأجرام التي تتعلق بالدين، ومنها مدارات، في مدارات متعددة يعني شلون الإلكترون والذرة. فمدارات الإلكترونات حول هاي المدارات هي الآلهة تدور حول هذا الثابت أو المثبت، والمقدسات على اختلافها تدور في مداراتها الأخرى أيضا، كلها تدور حول هذا الثابت. وخارج هذا المدار، هذا النواة والمدار، يوجد العالم الواقعي أو الواقع الحقيقي. ممكن واحد يرسم صورة توضحية لهذه المسألة. وهذا المدار العالم الخارجي عالم مرفوض، يعني عالم مرعب شرير ولا وغير جدير بالثقة، ولازم ولابد أن لا يسمح له بأي طريقة باختراق هذا الرحم وتدميره. وهذا طلب شيء، أشياء أولا ظهور فكرة الطقوس الدينية ومختلف أنواع الأساطير، وبهدف التوسل أو الشكر للآلهة الجديدة أو لعن الآلهة السيئة والتخلص من شرها، سواء بطريقة تقديم القرابين أو ما إلى ذلك. ثانيا ظهور الجماعة الدينية وما يتطلبه ذلك من قوانين تعبر عن السلطة الدينية القاهرة على الجميع. هذا التكتيك البشري، هاي الحالتين، هو يعتبر بطريقة أخرى عملية تطورية، وراح يعني راح أسوي حلقة خاصة عن الأصول التطورية للنزعات الدينية. وهذا التكتيك طبعا أثبت نجاحه بالمناسبة، يعني ما كان فاشل. الدين مفيد في كل الأحوال، كان يعني ما كان الدين مضر، وإلا ما بقى لهذه اللحظة. لهذا استمر بيننا بالحضور يعني كما قلت. أما من فشل في يعني في هذا التكتيك في إيجاد التكتيك المناسب للتطور، فهؤلاء ما عاد لهم وجود، يعني ما أصلاً قرضوا، وحتى ما نقدر نعرف سبب فشلهم وشنو الطريقة اللي استعملوها. بالنتيجة المتدين العنيف ليس بالضرورة هو المؤمن بالدين، إنما هو كل متعصب لفكرة ما، وهو من يرفض الخروج عن مدار هذا الدين أو عالم التثبيت الذي تعود عليه. ولابد أن نأتر بطريقة أخرى، أن إحنا كائنات مدارية ما تحب تسير بطريق مستقيمة ولا حتى حلزونية، دائما نسير، نفضل أن نسير بطرق مغلقة. ما مو مهم شكل هذا الطريق، المهم مغلق، مساره بيضوي أو دائري، مساره ديجيتال أو أنالوج، يعني مو مشكلة بالنسبة. المهم أننا دائما نفضل أن نسير في مسار مغلق، لأنه هذا المسار مريح، وممكن حتى نتوقع كل المفاجآت بسلفا. المفاجآت تأتي دائما من خارج المدار المغلق، والدين يوفر لنا هذا المدار المغلق. حتى أكو أيضا مرسي الياد العود الأبد، هي نفس الفكرة، لكن أنا دا أقدمها بطريقة مختلفة. هو يربطها بقضايا أسطورية وفوق
فوق الواقع وفوق خارج يعني يربطها بقضايا إلهية، لا هي قضايا بشرية ما لها علاقة، وهذا أيضا إلى حلقة راح أقدم لها. مثلا المهم هذا أنه أنا اختار هذا المسار المغلق، وقلت أنه نتوقع به كل المفاجآت طبعا، مثلا ونتوقع أيضا كل ردود الأفعال يعني كلها محسوبة. مثلا ولد طفل عندنا قلنا مبروك، مات آخر قلنا يرحمه الله، يعني كل شيء عندنا إلى عبارته جاهزة، وإلى يعني كل شيء نضعه في خانته، هذا ولادة، هذا زواج، هذا فريضة، هذا كذا، هذا طريق، هذا صح، هذا خطأ، كل شيء عندنا قاموس الدين يقدم لك قاموس من الأفعال وردود الأفعال كلها محسوبة، فأنت تجي تتعود عليها سنة سنتين ثلاثة أربعة تصير عندك كل شيء محلول، حياتك مرتبة بالكامل، يعني ما عندك اي بعد. هذا يسبب ازعاج لاي واحد، ليش احنا الدين يصير عنيف؟ لانه واحد بس شوي يطلع من المفردات القاموس اللي يتعلم عليه راح يصير مشكله، لانه يرتبك ما يعرف شو يسوي، ما يعرف شلون يتصرف وياك. فهذا موضوع حتى اوضح اكثر، اقول بانه فكره القطيع بالتالي الدينيه هي ما زالت مش تشتغل بداخلنا ومتشتغل في واقعنا، لكن بقت تحت اسماء مختلفه. يعني الدين هو ما راح يلتغي، راح يتحول ويصير باشكال جديده. يعني الان الشكل الحالي والراي العام مثلا هو شكل من اشكال الدين، الجماهير، العشق الرياضه، الجماهير المتعصبه للفرق الرياضيه، الشعوب، هذا عندما كلمه شعب، نقدس الوطن، هاي كلها اشياء لها علاقه بالدين، ما زال يعني الدين ما انتهى، موجود يتغلغل لانه هو جزء من الطبيعه البشريه، بس التسميه تختلف. البعض يقول الدين اساسي، لا هو حاله حال البقيه الى قضيه اساسيه بالحياه. لهذا السبب اقول الدين هو ان المجتمع هو ظاهر الدين، وليس ان الدين هو ظاهر اجتماعي كما يقول دوركايم. هذا اللي يخليني يعني هذا السؤال راح يحل لنا كثير مشاكل. انا اقول الفرق بهذه الاديان الجديده او الاسماء الراي العام والكذا، هاي انهم فرق مو مقدسه، شعاراتها ويرفعون غير متقدسه، وان كانت تتخذ يعني طبيعه مقدسه بشكل او باخر. بالتالي ما زالت انا اقول ما زالت شعوبنا بالشعوب العالم باكمله شعوب مستعبده، ولازم نعي جميعا بان الدين ما لم يقدم شيئا مفيدا واحدا للانسان العربي او المسلم، ولا شيء واحد قدم مفيد للإنسان العربي، وأتحدى من يثبت العكس. بقاء هذا الدين حاليا معتمد فقط على شيء واحد فقط، هو عدم وجود منافس، وهذا اللي يحرص على فعله دائما رجال الدين في كل مكان. فكلها نشاهد المبالغ الهائلة يصرفوها على الفضائيات والحملات الإعلامية، وتشوف أنه موجودين في كل شارع وكل زقاق مساجدهم، وهم ويمنعون اي فرصه لاي وجود اي ثقافه او وعي منافس، دائما تلقاهم موجودين، ياثرون على السياسيين يبتزونهم وهكذا، فهم حاكمين الامرين الناهين. لازم نتعلم كيف نمنع تحول الافكار الى ايديولوجيات متكلسه. يعني هناك مبدا في اوروبا ذكرني يقول اسمه ما نسيته من بالي، انه لازم انه الاجهزه كل الاجهزه تراقب بعضها، يعني بعضها البعض، حتى ما يستحوذ جهاز على اخر، اي ان كل شيء ممكن، لكن الشرط الاول ان الجميع يتقبلون النقد، وان في مكاشفه مفتوحه امام الراي العام، وان للجميع الحق في عدم تقبل الاوامر من فوق حتى يحصل الاجماع، مو الاجماع بالدين. بالتالي تشوفون اوروبا شيء تطورت، لانه خاصه بالقرن هذا الحالي او الخمسين سنه الماضيه تطورت كثيرا. ما عاد الايمان بالله مصدر الاجماع، يبدو بهذا يبدو كان الله غادر اوروبا، هاجر من عندها من اوروبا واجانا احنا للعرب، يعني يبدو خمسين سنه يبدو هاجر من هناك وطاح علينا، وبالتالي يعني بسبب رجال وصار بعهدة رجال الدين، والنتيجة شنو اللي صار؟ أن الله يعني هاجر من بلاد الكفار إنه ديارنا، وكانت النتيجة إن هربت الناس من نار آي الله اللي اشتعلت ببلداننا،
وهاجرت بالملايين إلى أوروبا طمعاً بالأمن والأمان، يعني وين ما يروح الله الناس تنهزم. المهم والسؤال هو وين، أين العلة؟ العلة أنا أقول مو بالله، في الله يعني جل جلاله، بل في أديان المستبدة. يعني الله يبقى مهما يكون محفوظ بالقلوب وإلى إلى 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 يعني إلى عمق الروح الكبير بداخلنا، فما نقدر يعني انهيار الدين. بالتالي أنا أقول إنه مجتمعاتنا صار يعني أمر أنا أعتبره واضح، يعني فهو أنا أعتبر أيضا كل ما ازداد قوة وسلطان كل ما اتضحت عيوبه، وهذا اللي جاي يصير حاليا بدليل الآن كشفت كل أوراق الدين ولم يعد هناك ما يستطيعون معالجته، لأنه هو أصلا ما يقدر يتعالج، هو متكلس ما يعني ما يقدرون، هو أخطبوط منتشر في كل مكان، فإذا واحد منهم وعى على موضوع السيقان الأخرى الأخطبوط لا ستفضحه أو تحتج عليه، يعني فهو يعني شبكة هائلة من يعني. أما التحجز طبعا أكو تحجز حتى لا نقول أنه الموضوع منتهي، لا أقول أكو تحجز بأنه هنا أنه تطبيق عدم تطبيق الدين صحيح للدين، وهذا كلام فارغ طبعا. اللي عنده مشروع ديني أخذ فرصته بالكامل، ومن فشل فهو يعني فشل أدواته، مو فشله هو الوحدة، أدواته هي فاشلة. يعني الدين يعني كما أقول مو حبة دواء، يعني حباية تبلعها أو كبسولة تبلعها وراح انحلت كل المشاكل، هذا كلام ساذج ويعني ممكن ينطلي على السذج ويعني والأغبياء. وهؤلاء هم اللي يمنعون تطورنا وتطور مجتمعاتنا ويحرصون على بقاء الجهل والتخلف ويعبثون بالتالي مصير الملايين، لأن هم يعرفون أن التنوير أقصر وصفة لإنهاء دورهم وتدمير مصالحهم. يعني من جهة أخرى الغرب أيضا يواصل دعم التطرف الديني، فهو يعرف طبعا أكثر من غيره كم يعني تنطوي الأديان على استعداد لارتكاب أشنع الجرائم في أي وقت، بس هو دائما حريص على تسويق بضاعته طبعا، ويحرص على فتح أسواق مال واستهلاك بيناتنا، والتنوير بالتالي إذا أتيحت له الفرصة لدينا فراح تصنع مجتمعات ناجحة يعني منافسة إلى، وهذا مو صحيح بالتأكيد، بس يبدو هذا الحال ما راح يستمر. ويبدو أيضا أن الغرب انتبه أن هاي اللعبة راح يعني راح ترجع عليه بشكل سلبي، لكن كما قلت أنه من حلقة العنوان الحلقة السابقة كان هو حول أنه الغرب بدأ يراجع وأنه قرر إنهاء الإسلام السياسي، لكن مو بدعم الليبراليين من أمثالنا المساكين أمثالنا والعلمانيين، لا بالتعاون مع السلطات القمعية نفسها ورجال الدين نفسه، يعني هم راح يغيرون العملية من الداخل وبهدوء، وهذا معناه أنه الدين ما زال شيء إنساني وليس بثابت، وكل الدعاءات ودعايات للحفاظ على القطيع وطاعة القطيع. وحتى لو افترضنا مع هذا أنه الدين انتهى دوره، وهو فعلا انتهى دوره، الدين موجود هو أديان سياسية ما له علاقة بالأديان القديمة، الأديان القديمة انتهت، فبالتالي أنا أقول أيضا راح يضطرون الناس لابتكار أديان جديدة، بس مو بمعنى الدين القديم، يعني بمعنى التثبيت اللي أنا تحدثت عنه بالبداية، عن أنه الإنسان بحاجة لتثبيت شيء يعني يعتبر ينسب إليه الأشياء بعد ذلك، ويعتبره مرجعية أو ريفرنس إليه للمقارنة والمقابلة والتضاد بينه وبين العالم وحتى بينه وبين جسده. يعني أيضا أن الناس راح تبتكر دين بطريقة أو بأخرى لأنها توفر ما لا يوفره أي اتجاه آخر. الدين هو يبنى معنى للحياة، معنى يستحق العمل وفقه والنقاش حوله أيضا، بل وحتى الخلاف، هي واحدة من أسباب استمرار الدين أنه دائما يمنح معنى، وهذا المعنى يظل موضع نقاش، وهي عملية دائرية إلى ما لا نهاية، وهذه هي بدون الميزة الأخيرة للدين، وأعني يعني الخلاف الحاد واحدة من أبرز مميزاته. شكرا جزيلا، وأتمنى أكون قدمت لكم مادة جيدة، ويا ريت أعرف أكثر فكرة لاقت استحسانكم أو اعتراضكم. مع السلامة.